قال عبد الله العودة نجل الداعية السعودي الدكتور سلمان العودة، قال إن والده يتعرض لعملية قتل بطيء في سجنه في السعودية، وإن السلطات السعودية منعت الاتصال به وزيارته. وعلى صفحته في تويتر قال العودة إن هناك تعمد من السلطات السعودية لتغييب والده عن الأنظار، وإن الاتصالات منعت عنه بالكامل وكذلك الزيارات، وكان آخر مرة ظهر فيها منتصف شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي خلال إحدى جلسات محاكمته. عبد الله العودة لفت إلى أن الحالة الصحية لوالده في تدهور مستمر وأنه يعاني من إهمال طبي شديد، وحمل السلطات السعودية المسؤولية عن حياته. معي للحديث حول تطورات الوضع الصحي للدكتور العودة الناشط السياسي والحقوق السعودي محمد العمري. أهلا بك محمد في هذه الحلقة من حقوق الناس. بداية، هل هناك معلومات لديك عن حقيقة الوضع الصحي للدكتور سلمان العودة ومدى خطورة وضعه؟ الحقيقة لا جديد في هذا الأسبوع، ولكن حالة الشيخ سلمان العودة ورفاقه كذلك صعبة جدا، نظرا لإجراء الحكومة السعودية أو تعامل الحكومة السعودية مع هذه النخب من الشخصيات المؤثرة وفق الاستراتيجية المصرية، وهي الإماتة البطيئة للمعتقلين خارج نطاق القضاء أو القانون. فلذلك هم بتدرج يعملون على إنهاء حياة هذه الشخصيات عبر الأدوية المغشوشة، عبر الغذاء غير صحي، كان يضع أملاح كثيرة، كذلك الوضع النفسي والقضايا الأمراض النفسية. هم أدخلوا للحقيقة الشيخ سلمان العودة في مثل هذا الأمر. الشيخ من عدة أشهر أو من فترة اعتقاله إلى اليوم لا يخالط أحد أبد، هو في زنزانة انفرادية لا يشاهد إلا 2 أو 3 من الحراس، وهؤلاء حتى مشاهدتهم تكون عبر قوة تقديم الغذاء. للسجين في السجون السعودية الحقيقة 15 دقيقة للتشمس في الأسبوع، ومع ذلك الشيخ سلمان العودة كما فهمنا وعلمنا أنه ممنوع حتى من قضية التشمس. طيب حتى الآن نذكر الناس محمد بجريمة الدكتور سلمان العودة. الدكتور سلمان العودة كان قد نشر تغريدة على موقعه في تويتر بعد معلومة عن حصول اتصال بين ولي العهد السعودي وأمير قطر، ودعا في تلك التغريدة الله أن يصلح بينهما. الآن حدثت المصالحة الخليجية، فإن اعتبرنا أن تلك جريمة فالجريمة منتفية. هذا المفترض، ويعني أيضا أسند للشيخ سلمان العودة 37 تهمة، من ضمن هذه التهم الدعاء بعدم الدعاء بالقدر الكافي لولي الأمر. ولكن سبب الاعتقال كما تفضلتم، واعتقل الشيخ العودة الحقيقة من خلال التدقيق في الوقت والزمان بعد 3 ساعات تقريبا، من ساعتين ونص إلى 3 ساعات، أتى كتيبة مقنعين من الديوان الملكي من جهاز أمن الدولة لا يعرف، لكن في الأخير هو جهاز أمني، واعتقل الشيخ العودة بطريقة يعني حقيقة يعني فوضوية وعشوائية، وكان صدمة للشيخ سلمان العودة. الرجل كان يدعو لهم بالصلاح والتوفيق فقط لا غير، وهذا ما حصل. يعني دعاء الرجل تمت الاستجابة له. امبارح شاهدنا مناظر لم نكن نتوقعها، الترحيب بأمير قطر في السعودية من قبل محمد بن سلمان كان حارا جدا، قال له نورت المملكة. يعني أليس الأحرى أن يفرج عن الرجل الذي دعا لمثل هذه اللحظات، للوصول لمثل هذه اللحظة؟ صحيح، ما في شك. وكذلك يعني لا نقول الذباب، يعني خلينا نقول يعني المغردين الآن السعوديين غردوا بمثل هذا الأمر، بمثل دعاء الشيخ سلمان العودة، وهم أيضا فرحين وهم مستبشرين. فمن باب أولى صرح الشيخ سلمان العودة، وكثير من المدونين بالمناسبة تم اعتقالهم بتهمة أو بتهمة التعاطف مع عدو خارجي، يقصدون كان قطر، وأسندوا لهذا الأمر سجن 5 سنوات وغرامة تقريبا تصل إلى 1,000,000 ريال. الآن يعني عادة المياه إلى مجاريها، فالأصل المفترض يعني أن يفرج عن كل هؤلاء. محمد كم عددهم؟ صراحهم. كم عدد هؤلاء كلهم اللي ارتبط اعتقالهم بالأزمة الخليجية؟ دعنا نقول مئات. الحقيقة هم مدونون على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم ليسوا بصحفيين أو أشخاص مشهورين، ولكن أعداد يعني كبيرة. ويشاهد هذا عندما يفتقد طبعا الأصدقاء المدون، يفتقد الرجل، ويكون آخر تغريدة مثلا نراكم على خير، يعني ولما آخر تغريدة يعني
أتاه اتصال من جهاز أمن الدولة وهكذا، فيغرد يودع الناس هؤلاء بالمئة الحقيقة، ولا أحد يعرف لهم يعني حقيقة أي أخبار أو تحديثات. لكن كذلك تم اعتقال يعني مثل الشيخ سفر الحوالي ومشايخ يعني كثير بناء على مثل هذه الحماقات الحقيقة يعني السياسية والغضب يعني الفجائي. لكن في نقطة أيضا مهمة جدا، كثير من المعتقلين بالمناسبة كالشيخ خالد الراشد انتهت محكوميته من عدة أشهر أو من عدة أسابيع تقريبا 6 أسابيع يعني شهر ونص، ولم يطلق صراح الرجل إلى الآن، ولا زال بعض أقارب الشيخ يغردون ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه. طبعا العقوبة انتهت، وحتى يعني محاكمة الشيخ خالد الراشد كانت يعني حقيقة محاكمة يعني هزلية، ولا يوجد أي تهم. الرجل كان يدافع عن الرسول اللهم صل وسلم عليه، واعتقل لمدة 15 سنة أو 14 سنة وجزء. فالإشكال الكبير يعني يوجد عصر في قضية الاعتقالات وآلية الاعتقالات. الإنسان ممكن يعتقل يعني ممكن الإنسان يعتقل جندي صغير في الشارع، رجل أمن دولة يعتقل الشيخ ولا يخرج الشيخ إلا بأمر الملك طيب أو المعاقب أو أمر وزير الداخلية. فالأمر عسر جدا. الآن نتمنى أن يفرج عن هؤلاء وأن يكون هذا الجو التصالحي بين قطر والدول التي كانت مقاطعة لها أن يكون مقدمة للإفراج عن هؤلاء. السؤال عن حقوق هؤلاء، الآن هناك لجان في كما فهمنا في بيان العلا وتصريحات المسؤولين الخليجيين لمتابعة أمور المصالحة، ألا تعتقد محمد أن الشأن الحقوقي يجب أن يكون حاضراً في هذه اللجان؟ يعني الذين تضرروا من المواطنين القطريين والمواطنين السعوديين، أليس واجباً على الدول الخليجية أن تعوضهم وتنصفهم؟ ما في شك يعني ترى في بالمناسبة في جانب هواة الرياضة أو من يشجع الرياضة أو يتابع للمناسبات الرياضية كانوا يتابعون عبر الجهاز الجزيرة الرياضية. هؤلاء يعني حرموا وعوقب البعض عندما جدد الاشتراك. يوجد أيضا مظالم حتى على مستوى الشباب بالمناسبة، ولكن لا أحد يتحدث عنها. كذلك يوجد مظلمة كبيرة وقعت على تجار الأحساء. منطقة الأحساء هي مجاورة لدولة قطر، وكان التبادل التجاري يعني قوي، وكثير من المنشآت في منطقة الأحساء بنيت بناء على الزبائن أو المشترين القطريين. هؤلاء تضرروا في المجال. طبعا هذا بخلاف الضرر الاجتماعي وقضية يعني منع الأسر للتنقل والزيارات. ونحن شاهدنا حقيقة فيديو أمس أو قبل أمس فيديو محزن لطفل يعني يصرخ يعني فرحا عندما بشر بأنه يستطيع أن يزور أخواله أو أعمامه في الجهة المقابلة للحدود. فما في شك يعني انبنت مآسي، ويجب أن يعتذر لهؤلاء حتى لو اعتذار شفهي أو اعتذار يعني اعتذار معلن حتى أكيد. الناس تعرف الصواب من الخطأ. شكرا. كذلك يوجد مظالم يعني كثيرة وقعت على الطلاب القطريين في الإمارات أو حتى في السعودية، وحتى المعتبرين القطريين عندما أخرجوا من الفنادق المفروض هؤلاء يعني أقل شيء يعني يرد الحقوق لهم من قبل الحكومة السعودية ليتموا عمرتهم. شكرا لك، أشكرك محمد العمري الناشط الحقوقي والسياسي السعودي، كنت معي عبر سكايب من لندن.